مساء الخير، ايه الاخبار؟ درس جديد والنهارده سنجل باراديدل. تمام. سنجل باراديدل هو ميكس بين السنجل ستروك رول اللي خدناه اول فيديو والدبل ستروك رول اللي هو تاني فيديو. تمام. ايه اللي بيحصل بالسنجل ده، سنجل باراديدل ده سوري، هو رايت ليفت رايت رايت ليفت رايت ليفت ليفت، هو متقسم لجزئين. تمام. اول جزء فيه سنجل ستروك رايت ليفت، وبعد كده نحط دبل ستروك رايت رايت، والنص الثاني ليفت رايت ادي السنجل، وبعد كده واحده دبل ليفت ليفت. تمام. هنشرحه على الباد دلوقتي وهتلاقوا صوته مفهوم جدا، وبرده على الدرمز هتفهموه اكتر بكتير. الفكره في التمرين ده، احنا كنا الاول بنقول احنا مش عايزين اكسنت، صح؟ اكسنت اللي هي بمعنى الخبطه الاقوى. حلو جدا. التمرين ده بقى فيه اكسنت، هو ده بقى اللي احنا هنعرفه جديد. تمام. التمرين اللي فاتت احنا كنا دايما بنقول ايديك الاثنين ايكوال بعض، تمام، مفيش واحده اعلى من الثانيه وكل حاجه. السنجل باراديدل هو كده، بس هو فيه خبطتين هم اللي اقوياء، بدايه كل سنجل هي اللي قويه، الباقي كله ايكوال بعض زي ما احنا متفقين. تمام. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تلعب رايت ليفت رايت رايت ليفت رايت ليفت ليفت رايت ليفت رايت رايت ليفت رايت ليفت ليفت، اول رايت دي اكسنت واول ليفت دي اكسنت، تا 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 تا. تمام. بقيه اللي في النص، الستروكس اللي في النص والخبطات كلها ايكوال زي ما احنا متفقين، مفيش حاجه فيهم هتتغير، نفس الليفل نفس كل حاجه مظبوطه. التمرين ده عشان خاطر يجي معاك مظبوط، هو اي تمرين الصراحه في كل اللي احنا هنشرحهم كلهم لازم تبداوا بالراحه، بس ده بالذات لان ده عشان هو حاجه مختلفه عليكم. الناس اللي لسه بتتعرف على السنجل باراديدل، يعني هو حاجه جديده عليك لان انت بتدخل تمرينين في بعض. تمام. انت عملت ميكس للسنجل والدبل، بعد ما اتمرنتهم كويس خلاص تعالى نميكسهم مع بعض، هيطلعوا لنا حاجه اسمها سنجل باراديدل. تمام. بنفس الخبطات اللي قلنا عليها، فاتمرنوه بالراحه جدا وبطيء. معنى كلمه براحه مش براحه تلعب بالراحه، لا، عشان خاطر الناس بس ما تترجمهاش لحاجه ثانيه. ما دايما بقصدي بكلمه براحه دي ان احنا نتمرنوا على مهلنا وما نتسربعش وما نستعجلش في ان احنا نجيبه بسرعه. تمام. هو التمرين كده كده السرعه هتيجي مع الوقت، يعني دي حاجه بره ايدينا تماما. طول ما انت بتتمرن وطول ما انت بتعمل اللي عليك، فهتلاقي الريوردز يعني جايه لك زي ما انت متوقع واحلى كمان. تمام. فدايما نبدا التمرين على مهلنا، ما نتسرعش، ما نحاولش نجري بالمترونوم بسرعه. مش مهم السرعه دايما قد ما مهم ان انت التمرين يبقى مظبوط، الاكسنت بتاعتك لو التمرين فيه اكسنت تبقى الاكسنت مظبوطه، الخبطات كلها ايكوال. زي ما قلنا لو عايزين تستخدموا حركه المرايه دي، تمام، ان انت حتى تبقى شايف قدام المرايه وانت بتتمرن ايديك بقت الاكسنت نازله صح ولا مش موجوده قوي. تمام. فالمرايه هتظبط لك برده الحته دي زي ما قلنا قبل كده. تمام. مش هنطول عليكم اكتر من كده. يلا نروح نجرب على البراكتس باد، وبعد كده هنلعبه على الدروم سيت، ونشوف منه فاريشنز ممكن لو استخدمناه في بيت، وممكن نستخدمه في الدرمز برضو لو احنا هنعمل بيه فيلز وبريكس ونلعب بيه براحتنا. يلا بينا.